عودة لموضوع مبادرة ولي العهد السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، نرحب بضيفينا معنا من الرياض عبر تطبيق زوم، السيد ناصر الحميدي رئيس المركز العالمي في جمعية أصدقاء البيئة. أبدأ معك سيد ناصر أولا لأسأل عن السياق العام لهذه المبادرة، إذا أردنا أن ننزلها في سياقها ونفهمها أكثر، هل هي مجرد اتساق مع انشغالات العالم المناخية أم إحساس بالمسؤولية البيئية لدى أكبر مصدر للنفط في العالم؟ تحياتي لك أستاذ مكي، وتحياتي للسادة والسيدات المشاهدين. سعيد أن أكون معكم في هذه المداخلة. الحقيقة أن هذه المبادرة ليست وليدة اللحظة، منذ أن أطلق سمو ولي العهد حفظه الله مبادرته لرؤية المملكة 2030، كانت مرتكزاتها تنطلق حول عدد من المشاريع التي لا تخص المملكة العربية السعودية بل تشمل دول الشرق الأوسط كافة. والبيئة ليست بمعزل عن هذا الاهتمام. ما نراه اليوم من مبادرة سمو ولي العهد حقيقة هو تحول ليس محلي فقط بل عالمي، سيعود بنفعه على جميع دول العالم، إذ أن دول الشرق المتوسط والمملكة العربية السعودية كأحد أكبر هذه الدول ستمنح بإذن الله بيئتنا مزيد من الحيوية والعودة إلى البيئة الخضراء المناسبة التي تعود على الإنسان وعلى الحياة الفطرية وعلى البيئة بشكل عام بالنفع والفائدة. الحقيقة قراءة متأنية لهذه المبادرة تبين لنا حجم الاهتمام الكبير الذي أولاه سمو سيدي ولي العهد لإطلاق هذه المبادرة. فعندنا زراعة 10 مليار شجرة داخل السعودية خلال العقود القادمة، أي ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، كل هذه ورفع نسبة المناطق المحمية. بالمناسبة المناطق المحمية التي صدر الأمر الملكي الكريم بإعلانها قبل عام، بدأنا نلمس اليوم ما شاء الله اهتمام واسع كبير بحماية أشجارها وحياتها الفطرية وإطلاق العديد من الحيوانات المهددة بالانقراض. كل هذه مؤشرات تدعونا إلى التفاؤل بغد إن شاء الله أخضر سينعم فيه أجيال الوطن وأجيال دول الشرق المتوسط بالكثير من الخير والفائدة. الحقيقة يمكن المجال لا يتسع للكثير من الحديث حول معطيات هذه المبادرة الكريمة، لكن عندما نقرأ أو نعرف أن هناك حماية أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع مستوى تدوير النفايات في المرادم إلى 94%، يعني أمور كلها كانت في السابق يعني مجهولة أو مهملة لدى كثير من دول العالم. فاليوم لما تتبنى المملكة العربية السعودية إطلاق مثل هذه المبادرة فإنها تطلقها ليس لتنعم بها المملكة العربية السعودية فقط بل لينعم بها العالم أجمع. جيد، في هذا السياق دعني أسأل سيد ناصر عن دور الدول الأخرى في الشرق الأوسط، دور مجلس التعاون الخليجي. أكيد هناك تنسيق حثيث مع هذه الأطراف المعنية، لأن الأمر ليس مسؤولية السعودية لوحدها، والخير العميم الذي سيجنى فيما بعد أيضا هو على الإنسان وخاصة إنسان الشرق الأوسط الذي تستهدفه هذه المبادرة. كما تفضلت، نعم، المبادرة في بدايتها وكما أوضح سمو سيدي ولي العهد بأن بدايتها يجب أن ترتكز على مجموعة من الاجتماعات والتنسيق المشترك الذي يخدم كافة هذه الدول ولا يقتصر على دولة دون أخرى، وعلى كل دولة أن تقوم حقيقة بواجبها ومسؤولياتها. يعني من أهم المسؤوليات هي التنشئة البيئية لأجيال الغد للتعامل مع مثل هذا التحول العظيم
أي التعامل مع مثل هذا التحول العظيم بما يكفل استمراريته وفائدته المرجوة. نعم. أشكرك وافر الشكر السيد ناصر الحميدي رئيس المركز العالمي في جمعية أصدقاء البيئة، تحدثت إلينا من الرياض. نتابع مع نفس الموضوع ومعنا من الرياض أيضا عبر الهاتف السيدة سارة العتيبية الباحثة في سياسات وتشريعات الطاقة المتجددة والمستدامة. انطلاقا من اختصاصك سيدة سارة، أردت أن أسأل عن الترسانة القانونية والمحركات المدنية إنجاز الوصف التي يجب أن ترافق هذه المبادرة الطموحة. ما الذي يجب أن يتغير في التشريعات، وهل من دور للمجتمع المدني في رفض هذه المبادرة الرسمية الحكومية؟ السلام عليكم. اولا انا سعيده للمداخله في هذا على للتعليق على هذه المبادره، وهي واحده تعتبر من اهم المبادرات التي اطلقها سمو ولي العهد في مجال الطاقه والطاقه النظيفه بشكل خاص، وليس فقط على مستوى المحلي في المملكه، بل هذه المبادره تتميز انها سوف تمتد اثارها لعالمنا العربي والشرق الأوسط عموما وأجيال قادمة أيضا. نعم بإذن الله. نجد أن المبادرة هذه تتناول تدفع بجهود المملكة إلى جانب الجهود الدولية لمكافحة أزمة المناخ. تتناول نجد هي تتضمن العديد من الإصلاحات من ناحية التشريعية. السعودية أعلنت عن تفعيل القانون الذي صدر في استخدام الألواح الشمسية داخل المدن السعودية. نجد على المستوى زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء إلى تصل نسبة 50%، وهي نسبة هذا واضح. سألتك أستاذة عن التشريعات التي يجب أن تتغير وتصير ملزمة حتى تصير أو يصير الجميع مجندين لخدمة هذه المبادرة. تعرفين من دون النصوص القانونية قد لا يتحقق الكثير أحيانا. ما الذي يجب بالضبط أن يتغير عمليا؟ تفعيل هذه القوانين. حاليا يوجد قانون، تنفيذ القانون هو قائم حاليا. هناك حاجة إلى المزيد من هذه القوانين التي تدفع، سواء كانت قوانين تحفيزية للمستثمرين أو قوانين خاصة لدفع لتحفيز المستهلكين لاستخدام هذه الألواح. نجد أن القوانين الطاقة المتجددة دائما تمر بتغيرات كثيرة. السعودية واحدة من الدول المتقدمة التي في الشرق الأوسط التي تبنت قانون خاص للطاقة الشمسية. نعم. طيب هل من دور لجمعيات حماية البيئة كل ما يمت للمجتمع المدني بصلة هذه الهيئات الأهلية، خاصة في الجانب التوعوي والتثقيفي، لأنه الأمر فيه اشتغال على الأجيال القادمة، وأكيد وجب تغيير ثقافة بيئية وغير خضراء أو تقليدية أو قديمة كما يصفها البعض؟ نعم، هناك بعض الجمعية أهلية لا يحب أن يسمع حاليا، ولكن هي في هذا الإطار لدفع ودعم استخدامات الطاقة المتجددة. هناك بعض الأشخاص اللي تنفيذ بعض المبادرات لحماية البيئة والاستفادة من الطاقة الشمسية والمصادر المتنوعة بعيدة عن النفط. إذا ما عدنا للطاقة النظيفة أستاذة، وكلمة ولي العهد التي شدد فيها على أنه الطاقة النفطية تساهم في خفض مستوى حياة الإنسان، يعني توقع الحياة أو العمر عموما، الطاقة النظيفة ما يروج له الآن أنها تساهم في تحسين واقع حياة الإنسان وتمديد حتى سنوات عمره. عمليا كيف يمكن إقناع المترددين أو التقليديين ربما عدا عن سلطة القانون؟ أكيد ثمة عمل جبار ينتظر الجهات القائمة على هذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقات النظيفة. حاليا نحن بحاجة إلى سوق ينشأ لصناعات الطاقة المتجددة قبل الحديث عن قانون. القانون سوف يكون للتنظيم هذه الصناعة الجديدة، إذا أردنا نتحدث على
عنها من منظور منظورها كاستثمار وصناعة. نعم. بالنسبة لتغير المناخ أو المبادرة التي أعلن عنها سمو ولي العهد، هي سوف أتطرق لها ليس فقط من ناحية القوانين، هي تعتبر مساهمة يعني رائدة من المملكة لمواجهة آثار تغير المناخ والاحتباس الحراري في الإقليم في الشرق الأوسط. نجد أن الكثير من المناطق سجلت موجات من الجفاف والتصحر وانخفاض منسوب المياه وتراجع المحاصيل الزراعية. جميع هذه الآثار للأزمة تؤجج بدورها العديد من الصراعات حول الموارد، تزايد أعداد المهاجرين، وبالتالي سوف تكون مثل هذه المبادرة خصوصا أنها من السعودية بمثابة إعادة تشكيل هذه الاقتصادات، وبالتالي دعم الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم هذه الاقتصادات الناشئة وكيف تكون مساهمة الطاقة وفق منظور البيئة ومكافحة أزمة تغير المناخ. أشكرك كل الشكر سيدة سارة العتيبي، الباحثة في سياسات وتشريعات الطاقة المتجددة والمستدامة، تحدثت إلينا من الرياض.